كيفية حساب القبر. عذاب القبر ونعيمه ثابتان في النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية وبإجماع الأمة، وهما يلحقان بالروح والجسد معا. وكيفية العذاب في القبر أو النعيم فيه غير معروف ولا علم لنا به، فليس للعقل وقوف على كيفيته، ولم يرد في النصوص ما يوضحه، حيث ورد عن ابن تيمية رحمه الله أن بعض الأخبار تواترت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب ونعيم القبر وعن أسئلة الملكين، ويجب على المسلم الاعتقاد والإيمان به دون الخوض فيه وفي كيفيته. وورد في بعض الأحاديث أنه يعرض على الميت مقعده من النار أو الجنة، وإذا كان من أهل الشر يضيق قبره عليه ويطرق بمطرقة من حديد، وأنه إذا كان من أهل الخير يتوسع قبره ويمتلئ بالخضرة. القبر هو أول منزلة من منازل الآخرة، وعندما يوضع الميت في قبره يأتيه الملكان الموكلان ويسألانه عما كان يؤمن به في الحياة الدنيا، فيسألانه عن ربه ودينه وعن نبيه، فإن أجاب بالخير فذلك خير له، وإن لم يجب يضرب ضربا أليما. وإن كان من أهل الخير والصلاح يأتيه الملكان بوجوه بيضاء، وإن كان من أهل الفساد يأتيانه بوجوه سوداء، وهذه هي فتنة القبر. عندما يوضع الميت في القبر فإن القبر يضمه ضمة لا نجو منها أحد مهما كان عمره أو عمله. وقد ورد في الأحاديث الشريفة أن القبر ضم سعد بن معاذ ولم ينجو منها، بالرغم من أن أبواب السماء فتحت له واهتز العرش لموته، وشهده 70,000 من الملائكة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه.